احنا اول حاجه بنشكركم ان انتم متواجدين معانا. تاني حاجه احب اقول ان دي اول بطوله بارالمبيه في رفع الاثقال مصر تحصل على شرف تنظيمها. واحنا عندنا لجنه من الاتحاد الدولي موجوده معانا بقى لها اكتر من 15 يوم اشادوا بالامكانيات اللي موجوده داخل جمهوريه مصر العربيه وبالاستادات اللي بقت موجوده عندنا دلوقتي، منهم صاله الدكتور حسن مصطفى اللي انشئت في عصر استاذ الدكتور اشرف صبحي معالي وزير الشباب والرياضه. احب اقول لحضرتك ان احنا عندنا 23 دوله متنافسه، وعندنا مصر تقريبا مستحوذه على جدول الميداليات كلها، والحمد لله احنا البطوله دي اتكسر فيها اكتر من 5 6 ارقام. لينا الشرف ان المصريين يكون ليهم رقم او رقمين، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، طبعا احنا شغالين في الموضوع ده يمكن من حوالي اكتر من 7 8 اشهر مع ما بيننا وبين اللجنه البارالمبيه الدوليه و لجنة رفع الأثقال في اللجنة البارالمبية الدولية، والحمد لله زي ما احنا شايفين المظهر أكثر من رائع ومشرف، واللي عليه إن شاء الله هيبقى فيه نشاط مكثف الفترة الجاية بإذن الله. التحضيرات للبطولة دي أول بطولة دولية تنظم في مصر من 2011، المجهودات ليها كانت كبيرة. بعد انتخاب مجلس الإدارة في شهر فبراير السنة دي بدأ التجهيز للبطولة. كانت استراتيجية مجلس الإدارة إن احنا نحضر أكبر عدد من البطولات الدولية لمصر ونجعل مصر قبلة لكل الرياضات البارالمبية. أولا أنا بشكركم جدا على حضوركم معنا البطولة واهتمامكم بولادنا وبالشكل العام لمصرنا الحبيبة. البطولة زي ما حضركم شايفين بطولة في منتهى القوة من الناحية الفنية، مستويات على أعلى مستوى، لأن هي بطولتين في الوقت نفسه. بطولة إفريقيا المفتوحة، فهي إفريقيا وفي الوقت نفسه مفتوحة، بيشارك فيها مجموعة ضخمة جدا من اللاعبين أبطال العالم، وهم مركزين جدا في البطولة دي لأنها بطولة مؤهلة للبارالمبيك جيمز في باريس 2024. طبعا احنا تملي النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي داعمين للرياضه البارالمبيه، وطبعا بطوله افريقيا هي بطوله تنظم لاول مره في مصر من حوالي 12 سنه لم يتم اي تنظيم اي بطوله دوليه داخل مصر بارالمبيه، اللي خلانا ناخد الاكشن السريع بان احنا نعمل بطوله زي ديت، والتواصل مع الاي بي سي او اللجنه البارالمبيه الدوليه، ان احنا البنيه التحتيه لمصر على مستوى عالي جدا. احنا شاركنا 40 سنه في الرياضه البارالمبيه اقليميا ومحليا ودوليا. طبعا احنا اولا بنشكر قناه الاهلي على التغطيات الاعلاميه للبطوله، ودي طبعا اضافه لقوه البطوله واهميتها. بعثه مصر الحمد لله من اول امبارح وبتشارك في المنافسات وبتادي اداء كويس وبتحصل على مراكز متقدمه، وفي تقدم في مستوى اللاعبين. والبطوله دي عامه هي من البطولات ذات الاهميه في التاهيل لدوره فرنسا 24. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمني بالمركز الثالث والميداليه البرونزيه في بطوله افريقيا وبطوله افريقيا المفتوحه، وتم تاهيلي الحمد لله لاولمبياد باريس 2024 بعد رفع ثقل 100 كيلو، والحمد لله ربنا كرمني بثلاث ميداليات، اللهم لك الحمد. طبعا انا النهارده مبسوطه جدا جدا ان انا من احدى المشاركات في بطوله افريقيا المفتوحه، وخصوصا ان هي مقامه على ارض مصريه. الحمد لله النهارده حصلت على الميداليه الذهبيه، وده طبعا انجاز بالنسبه لي لان انا كنت بنافس مع اقوى منافسيني النهارده، وهي كانت كسباني في اولمبياد طوكيو، فالحمد لله انا النهارده تفوقت عليها وقدرت ان انا اقسم الميداليه الذهبيه، والحمد لله حصلت على 8 ذهبيات، وده بالنسبه لي يعني كانت فرحه كبيره جدا. والف مبروك للشعب المصري، والف مبروك لكل من وقف جنبي ودعمني وشجعني لغايه النهارده ما حصلت على الميداليه الذهبيه.